يقول السائل: أنا شخص اشتريت جهاز جوال ب400 ريال نقدا، نعم وبعته ب800 ريال أقساط عن كل شهر 100 ريال، هل هذا البيع جائز أم لا؟ نعم أعيد السؤال. يقول: أنا شخص اشتريت جهاز جوال ب400 ريال نقدا، وبعته ب800 ريال أقساط عن كل شهر 100 ريال، هل هذا البيع جائز أم لا؟ لا بأس بذلك، ما دام اشتريته وسلمت ثمنه وصار ملك لك، لك أن تبيعه بما شئت، لك أن تبيعه بما شئت. ولا ما في شك أن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر، بيع المؤجل يكون بزيادة عن بيع الحاضر، لكن ما تكون زيادة باهظة، تكون زيادة معقولة جرت بها عادة الدين وعادة الناس.